أدى 144 رئيسا وعضوا من لجان الانتخاب للانتخابات النيابية العامة للمجلس 19 القسم القانوني أمام أعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وذلك ليباشروا مهامهم المنصوص عليها في القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه استعدادا للعملية الانتخابية بمراحلها المختلفة. كما تم تسليم لجان الانتخاب قرارات تكليفهم بالإضافة إلى ملفات وإرشادات خاصة تمكنهم من مباشرة عملهم. مراسل المملكة زيد خلفات ينضم إلينا، أهلا بك معنا زيد. يعني بعد تأدية القسم القانوني للرؤساء وأعضاء لجان الانتخابات، ما هي الخطوة القادمة؟ انتصار، بالفعل هذه الخطوة هي الخطوة الأولى للعملية الانتخابية لمجلس 19. هذا الأداء القسم الذي أقسم عليه 144 عضو ورئيس في من خلال اللجان التي ستعمل والتي ستبدأ من الآن العمل بشكل رسمي للعملية ولتمهيد العملية الانتخابية. للتفاصيل أكثر نستضيف الدكتور زهير أبو فارس، عضو مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب. دكتور زهير، نتكلم عن هذه الخطوة، وهل هنالك إجراءات أخرى نريد أن نوضحها خلال هذا الوقت؟ هذه الخطوة الأولى، هل هنالك خطوات أخرى في المراحل المقبلة نتكلم عن هذه؟ شكرا. لا شك أنه هذا استحقاق ضمن القانون، لابد أن يؤدي القسم أعضاء اللجان الانتخابية وهي 23 لجنة على مستوى المملكة بأعضائها ورؤسائها، والآن تمت هذه الخطوة، والآن نحن بدأت العملية الانتخابية، بدأت بكافة مراحلها. هناك حوالي 7 مراحل العملية الانتخابية، تبدأ من الإرادة الملكية، صدور الإرادة الملكية بالأمر الملكي بإجراء الانتخابات، ثم يجتمع مجلس المفوضين ويحدد موعد الاقتراع. يوم الاقتراع سيكون إن شاء الله في 10 تشرين الثاني نوفمبر القادم. لدينا وقت كافي لإجراء، وطبعا الهيئة المستقلة كانت خلال المرحلة الماضية تقوم بالتحضير اليومي للانتخابات، فلم يعني تأتي الانتخابات علينا بشكل مفاجئ. نحن جاهزين للعملية الانتخابية، ولدينا الآن روزنامة انتخابية متكاملة باليوم والساعة، وبالتالي الأمور تسير بشكل جيد. الآن نحن بانتظار الجداول الأولية للناخبين من الأحوال المدنية، بعد ذلك سيتم عرضها في لجان الانتخاب، في مقر لجان الانتخاب وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة المستقلة، ويبدأ الناخب أو المواطن بمراجعة هذه الكشوفات وللتعرف إذا كان هو غير موافق ويعترض على اسمه، يستطيع أن يذهب إلى الأحوال المدنية ويعترض خلال الفترة الزمنية. 7 أيام تعرض، 14 يوم له حق الاعتراض، وهناك مواعيد أخرى كيف تلتزم دائرة الأحوال المدنية، ثم بقبول الاعتراضات إلى آخره من الإجراءات التي تأتي في النهاية إلى قد يستطيع المواطن إذا لم يقتنع برأي دائرة الأحوال المدنية أن يذهب إلى المحكمة البداية ويحتج، يستطيع يعترض الإنسان على غيره، لكن لدى الهيئة المستقلة للانتخاب هناك روزنامة زمنية بدقيقة لهذه الأمور، وبالتالي بعد ذلك يتم بعد ذلك يتم عكس كل هذه الاعتراضات وبما في ذلك قرارات المحاكم على الجداول الأولي، لتصبح بعد ذلك جداول نهائية، تعرض هذه الجداول النهائية وثم تبدأ عملية الترشح. دكتور زهير، نتكلم عن الانتخابات 19 لمجلس 19، نتكلم أنها تتزامن هذه الإجراءات مع إجراءات الرقابة والصحة في موضوع كورونا. ما هي الإجراءات التي اتبعت من خلال الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان سلامة المواطنين ولضمان سلامة الإجراءات بطبيعة الحال؟ شكرا. تم مراجعة كافة التعليمات التنفيذية السابقة للانتخابات، وتم يعني وضع وما يلائم مواجهة الجائحة. يعني تم هناك نصوص
في التعليمات التنفيذية المعدلة الجديدة التي نشرت بالجريدة الرسمية ونشرت على موقع الهيئة المستقلة، كيف نواجه هذه الجائحة من حيث إجراءات السلامة العامة. وقمنا نحن أيضا قبل أيام بالتعاون مع راصد وهو مراقبين محليين هم شركائنا بإجراء عملية انتخاب يعني تجريبية إذا جاز التعبير، تشبيهية إذا جاز التعبير، وبالتالي كانت ناجحة وقمنا وكانت الأمور تسير بشكل جيد. هلا الآن فيما يتعلق بلبس الكمامات، التباعد الجسدي، زدنا مراكز الاقتراع الآن لحتى يكون هناك في تباعد جسدي بين الناخبين. النقطة الأخرى، سيكون هناك في كمامات، سيكون هناك في قفازات، قلم لكل ناخب يأخذ معه، لا يستخدم أي قلم آخر. هناك إجراءات داخل الترشح أيضا ممكن يكون عن طريق إلكتروني. في كافة العملية، مراحل العملية الانتخابية، هناك إمكانية أن تتم الأمور إلكترونيا، ما عدا قضيتين فقط تنتين، وهو الترشح يجب أن يأتي وجاهة المرشح، ويجب أن يأتي للاقتراع. ما عدا ذلك قمنا بتعديل التعليمات التنفيذية بما يتلائم مع ظروف الاستثنائية، ظروف الكورونا، وبالتالي الأمور جاهزة والسلام العام ستتبع. وكما لاحظت أيضا حضرتك خلال القسم كان الكل يلبس الكمامات، فكل إجراءات لجنة الأوبئة ولجنة الأزمات تتبع بشكل دقيق وبشكل كامل. المهام التي توكل الآن لرؤساء اللجان، ما هي أبرز هذه المهام، وهل ستكون هنالك خطط مستقبلية لهؤلاء الرؤساء؟ نعم، الرؤساء وأعضاء اللجان معظمهم تم تجربتهم، تم اختيارهم بعناية، هذول يمثلوا الهيئة، وبالتالي هم يدير ويشرفوا على العملية الانتخابية، هم الهيئة المستقلة في دوائرهم الانتخابية، هم يعلنوا النتائج الأولية، وبالتالي سيتم تدريبهم، هم مدربين بشكل، لكن هناك في دورات بسموها تنشيطية إذا جاز التعبير مع ظروف الكورونا، وتدريب غدا وبعد غد سيكون تدريب للجان الانتخابية حول التعليمات الجديدة، وسيكون تواصل يومي مع غرفة العمليات في الهيئة المستقلة للانتخاب. إذن المرحلة القادمة ستكون مرحلة عمل يومي، هناك مقار قمنا بالكشف عليها للجان الانتخاب، والأمور تسير بشكل صحيح وسليم. دكتور زهير، مشكور على هذه المقابلة. انتصار، إذن هي بطبيعة الحال هي إجراءات جديدة وإجراءات صارمة تتواءم مع هذه المرحلة، تتواءم مع إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري، والهيئة المستقلة تقوم بكافة الأمور اللوجستية التي تضمن نجاح هذه العملية وضمان وصول الناخب إلى مجلس النواب. طبعا نعم، من الهيئة المستقلة للانتخاب كنت معنا مراسل المملكة زيد خليفات، شكرا جزيلا لك ولضيفك.